الخردة باب رزق، ده المشروع اللي فائز بالمركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في فئة مشروعات المرأة، وده ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية اللي بيساهم في تمكين المرأة اقتصاديا بالتأكيد. وفي جهود كتير دايما بنقدمها لحضراتكم الدولة بتعملها بالتأكيد عشان تمكين المرأة اقتصاديا. خلينا نتعرف على هذا المشروع بشكل أكبر ونشوف كمان نماذج إن إزاي ممكن تحول الخردة اللي حوالينا بشكل كبير جدا، وحوالين كل ستة مفيش ست بيتها وما فيهوش حاجات كتير، وإحنا لسه كنا بنتكلم النهاردة على التخزين، إزاي ممكن تحولي دي لحاجات وممكن يبقى عندك مشروع اقتصادي وتمكين اقتصادي من خلال هذه الخردة. بتشرفنا في الاستوديو الدكتورة وهاد سمير، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، اللي قدمت او صاحبت هذا المشروع. اهلا بحضرتك وصباح اهلا بيك وصباح النور صباح أهلاً الجمال. اهلا بيك يا دكتور، صباح الجمال فعلا، صباح الفن. يعني انا عايزه اوريكم بقى الحاجات اهي، دي الخرده، دي حاجات العرض من الخرده عجبتني جدا، فانا عايزه اوريها لكم. ده عقد من الخرده، ده خاتم مثلا، بصوا الخاتم تحفه، وده حلق برضو، حاجات كلها طبعا دكتوره هتشرح لنا، حلق كبير كده. ويعني اشرح لنا في البدايه دكتور فكره المشروع او الفكره اللي بيقوم عليها المشروع المتميز ده. طيب انا عايزه اقول لحضراتكم ان انا فزت بالمركز الثاني على الجمهوريه في المشروعات، خدت الاول على القاهره والثاني على الجمهوريه. عظيم. وعرضت المشروع بتاعي في كوب 27. المشروع بتاعي قائم بالفعل من 2008، يعني هو ليه 14 سنه قائم، لان كان من ضمن شروط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ان المشروع يكون قائم، مش فكرة بس بنكتبها او بنقول، لازم يبقى قائم ولازم ليه منتج ولازم يبقى ليه كمان خاص بالمرأة، فيبقى في تدريبات للمرأة. انا دربت اكتر من 22 ألف سيدة على مستوى الجمهورية. ما شاء الله. الفكرة بتاعتي قامت على ان انا بشتغل من اي خردة موجودة في البيت، اي حاجة ممكن تتخيليها ما تتخيليهاش موجودة. يعني العودة اللي حضرتك لابساه ده خيوط مع بقايا قطع خشب كانت موجودة، كنت بعمل بارافان وفضل قطع خشب قطعتها المثلثات، في رقائق نحاس، في كردونات اللي هي البلاستيك اللي هي من الأحمر درجة النبيتي، ده كردون اللي بيتخيط جوه ايدين الشنط. كمان هتلاقي في تروس رفيعة، في التروس بتاعت الساعات اللي هي قلب الساعة من جوه، انا بفكك كل حاجة بصراحة. يعني ايه اي حاجة بتبقى جوه، برينتر يتفكك، وفي دبوس ورق كمان، دبوس الورق الأحمر، حاجات كتيرة. يعني هتلاقي هو كوكتيل، بس في الاخر شكل الديزاين بتاعه لايق على بعضيه. قطعه فنيه، انت عملتي قطعه فنيه، هي بيس اوف ارت فعلا. طب يعني انا كمان شغلي حضرتك اللي انت لابساه ده برضو انت اللي عامله كل الحاجات دي؟ يعني انا عندي كل دي براند، عندي مشروعين يعتبروا نقيض بعض. بشتغل ذهب وفضه اكسسوارز، وعندي لاين باسمي ودول فضه. وبشتغل هاند ميد وان بيس، يعني قطعه بمضي عليها وببيع، مش بعمل تو بيسز حتى. واللاين الثاني اللي هو النقيض ان انا اشتغل اكسسوارز برضو، بس بخامات رخيصه جدا، ارخص ما يمكن موجوده المتداوله في بيتنا. والعرض بتاعها بيبقى برضو ارخص وبرضو ما يمكن، ده المهم. برضو ده مهم. يعني بصي برضو الخاتم اللي انا لابساه ده من حاجتك طبعا، بس انا خدته عشان هو عجبني جدا، عايزاكم تشوفوه. ده عباره عن ايه برضو؟ ده سلك نحاس، ده سلك نحاس احمر من بواقي اللي بيبقى في الخراطيم بتاعه الكهرباء. والحجر الاخضر ده مش حجر، ده شمع متلون. شمع عارفه مسدس الشمع؟ فعلا شمع متلون نفس درجة الأخضر، ومعمول كأنه حجر وهو مش حجر. دي من المسدس الشمع اللي عندنا في البيت نقدر نعمل بيه أشكال كتيرة. ماسكاهم مع بعض، لأن عايزة الناس تشوف، أنت ماسكاهم مع بعض من جوه بزرار. بالظبط، زرار هدوم. عشان تعدي منه، عاملاه زي البيت من تحت اللي هو يشيل الحجر من فوقيه مع تركيبة السلك بتاعته. الزرار حطاهم عشان تمسكيه بعض، يدخل تمسكيه خاتم بزرار. لا الخاتم ده أفكاري جدا جدا. حلو. يلزمنا بعد الهوا. حاضر يا عم، مش هيرجع تاني، خلاص تعمل مصادره ده. طيب ازاي بقى كانت البدايه، وخصوصا يمكن الاتجاه دلوقتي بقى اكبر عشان طبعا المشكله العالميه بتاعه تغير المناخ، لكن حضرتك بتقولي ان انت قائمه من 14 سنه في هذا المشروع، البدايه كانت منين؟ البدايه لما بدات في 2008 طبعا كان بالنسبه للناس دي حاجات غريبه جدا حقيقة. ان انا اقول للناس بشتغل من خرده، بعد ما بشتغل ذهب وفضه خامات نقيده لبعض جدا. بس انا الفكره جات لي ان كانت الاسعار بدات تزيد في الوقت ده للذهب والفضه، فقعدت ادور ايه البدائل، ان الست دايما الست تحب تلبس حاجه يونيك، حاجه ما حدش يلبسها زيها. لما الاسعار بدات تزيد فالستات مش هتقدر تلبس قوي او تشتري كل شويه جولري تغير فيه،
فقعدت افكر ايه الخامه اللي ممكن اعمل. الفكره قبل دي اشتغلت بالشوك والمعالق. بالشوك والمعالق بتاعنا اللي بناكل بيه بس كان فضه. عملت بيهم ايه بقى؟ قطعتهم وعملتهم معرض كامل ليا جولري منهم اساور كلهات. بتقطعي الشوك المعلق الفضه كلها جالي كلب ما بستعملهاش فقطعتها اشتغلت بيها استفدت بيها في حاجه ثانيه. طب النيش بقى فاضي دلوقتي ما عندناش نيش خلاص مش عايزينه. ايه تاني حاجات ممكن نعيد تدويرها ونعمل منها؟ عايزه اقول لك يعني مثلا في براش اللي فيه الفص الاسود ده سواك السنان سواك اللي بناخده من المطعم بس ده الطبيعي محطوط عليه رقائق نحاس وفص اسود ده حجر اونكس ومحطوط معاه اسلاك وتروس برضو من الساعات هتشوفيه بيس اوف ارت لكن هو في النهايه الخامات بتاعته بواقي كلها حاجات انا مش شاريه ولا حاجه منها يعني انا بحاول بقدر الامكان ما بنشتريش احنا كل موجود عندنا في البيت بنستعمله. متوسط اسعارها قد ايه؟ تبيعي مثلا ختم زي التحفه ده بكام؟ ده يعني مثلا يعني ممكن يبقى 100 جنيه يعني في الحدود دي. تكلفته صفر بس هو في النهايه مشروع مربح بالظبط يعني. لان في طلبه كتير عاملينه وفي ناس كتيره دلوقتي عاملين الناس اللي انا دربتهم على مر السنين في المحافظات عاملين منه مشاريع وبيبيعوها يعني بينتجوا البيسز وبيبيعوها لو طلبه بيبيعوا لزمايلهم في الجامعه لو مش طلبه عاملين صفحات على السوشيال ميديا وفي ناس بتنزل منهم منتجات زي مثلا ليف الاحمر بتاع شجر البلح معديه بتلاقي الناس بتقابل النخل بيقعدوا يشيلوا وبيرموه بيبقوا حتى مش عايزينه قاعد يقولوا حضرتك عايز ده يقولي لا لا خديه خديه باخده اخد شويه قد كده هم لسه تراي انا بعمل لهم معالجه معينه وبعدين برجع اشتغل بيهم فبعمل منهم اكسسوارز بعمل منهم شنط دخلت منهم حاجات في فساتين قبل كده ان يبقى اجزاء منهم جوه الفستان نفسه الفستان يتلبس ويتقلع اشتغلت بخامات كلها بلاستيك ازاز حاجات قطع من الكمبيوتر لعب الاطفال لعب الاطفال بيبقى فيها بيسز تحفه والوان جميله جدا جدا ادوات المطبخ بقى عندنا معلقه قديمه مصفى قديمه غطا حله مكسور يعني في بصي دي كل حاجه كمان مش دارجه يعني احنا دايما لما بنتكلم على اعاده التدوير بالذات ستات البيوت احنا عارفين الستات بتخزن ايه برطمان العلب اللي ممكن تستخدمها تعملها مثلا فازه تعملها علبه لحاجه تخزين لكن الادوات اللي انت بتستخدميها مش دارج ابدا ومش ممكن يجي في دماغ حد ان احنا نعيد استخدامها مره ثانيه. انا اي حاجه بستعملها دبابيس بصي كل حاجه عندك حاجه مكسوره بترموا ايه في الزباله؟ لا مش برمي خالص ما عنديش حاجه بتترمي خالص بجد يعني عندي كميه خامات انا ما برميش وكمان عايزه اقول لك الورق الكرتون المجلات الملونه انواع الورق في منه تقيل وخفيف والطباعه بتاعته بتبقى مختلفه بنعمل منها اشكال حلوه قوي الكرتون المضلع الاكياس كل حاجه عندك ممكن تتخيليها كاوتشات العربيات ايه تاني كل حاجه يعني بصي ما بسيبش حاجه عندي. طب ده له علاقه بدراسه حضرتك الفنون التطبيقيه ولا ممكن اي حد مش دارس وما عندوش هذه الموهبه ان هو من خلال التدريب مع حضرتك يقدر يعمل ده؟ وده حقيقي فعلا معظم السيدات اللي انا علمتهم ما كانوش دارسين للفنون خالص يعني عدد قليل اللي هم دارسين فنون الباقيين كنت بشتغل على السيدات اللي هم المعيلات ذوي الهمم اشتغلت معاهم وعملت لهم دمج مع السيدات اللي يبقوا قاعدين مع بعض ويشتغلوا هي بس بشرح ازاي الالوان ان احنا نحط الوان ازاي جنب بعض الباليتا ايه اللي يقدروا يشتغلوا اللي هنشتغل منها الخامات ايه ابتدي اعمل معاهم نماذج اوريهم مثلا حطينا دي جنب دي الله جميله طب نصورها صوره ونغير شكلها مثلا نعمل خمس ست صور وبعدين نقول انهي الاحلى قبل ما نقفل الشغل دي مثلا متزنه يعني بديهم برضو الاسس التصميم بس ايه باللغه اللي هم يفهموها ويقدروا كمان بعد كده ينفذوها ده المهم ان هم ينفذوها ازاي بعد ما انا امشي لان انا دايما كمان في التدريب بدي المتدربين معايا الحاجه اللي بيعملوها انا ما باخدهاش انا بديها لهم هديه بحيث ان هم يبقى عندهم النموذج اللي يشتغلوه وبعدين كمان يكملوا عليه ونفضل مع بعض على اتصال اللي عايز اي استشاره اللي عايز مثلا عايز يوريني حاجه عايز ياخد راي ازاي يسوق الكتروني ازاي يعمل دراسه جدوى للمشروع يعني بديهم كل ما يخص المشروع. تعملي مشروع زي ده تدريب زي تدريب المرأة بس تدريب الأطفال بقى في سن بدري شوية. اشتغلت معاهم بس مش كتير دايما في التدريبات كانت المامز بتجيب معاها أولادها فبالتالي الأولاد لما يقعدوا طنط ممكن نستعمل ده أقول لهم استعملوا عندي بنوتة عملت توكة من المعالق البلاستيك وقعدت بالراحة خالص بقى بفكر الأطفال قعدت تنقي الفصوص الصغيرة جدا والخرز الرفيع
بالجفت واحده جنب واحده. انا كنت بصورها وهي بتشتغل، وازاي تعمل تكوين الوان جنب بعض وتسيب مسافه وترجع تعمل تاني تكوين. وبعدين الطنطا عايزه اركبهم على بعض، ركبتهم معاها، وبعدين جبنا توكه قديمه وركبناهم فوقيها، وبعدين لبستهم واتصورت بيهم. كانت سعيده جدا ان هي اشتغلت مع مامتها، حاجه عملها بايديها بالظبط. وانا عندي بنوتي عندها 8 سنين برضو بخليها تشتغل معايا في الحاجات دي. فبالعكس احنا لازم نبتدي مع الاجيال الصغيره الاطفال، اولا تنميه ذوق، بتعلميهم فن، تعلميهم ان الحياه فيها شغل وفيها مجهود، وان هو لما هي تعمل القطعه البيسز بتاعتها وتلبسها، يعني انا فخوره بشغلي، بل بنزل بشغلي لابساه. قطعه يونيك، قطعه مش متكرره تاني بالظبط. وكمان يقدروا يعملوا مشاريع، يعني انت كمان بتاهليهم ان هم ازاي يعرف ينتج، وازاي ممكن يعمل مشروع، ازاي يقدر يبيعه كمان شويه بشويه. ما يجوا داخلين على الجامعه او هم حتى في ثانوي، تلاقي عندك مشروع، مصنع صغير، شباب عايز يشتغل. ده السؤال اللي انا عايز اساله لحضرتك، من خلال ما شاء الله العدد الضخم اللي حضرتك دربتيه، هل في حد كمل المسيره وصل لمرحله كتير. المشاريع اللي حضرتك بتتكلمي عليها ومستمر؟ لا، مش بيشتغلوا، بيبيعوا، بينتجوا ما شاء الله، وكمان لا بيبيعوا كمان يعني ما شاء الله كميات. مش انا قصدي كده، ان كمان هو بقى في مشروع وتوسع وبقى في ناس كتيره. وكمان لان انا بقول لهم ايه، احنا بنعمل من منتج، يعني مثلا انا حاطه زي مثلا ليف الشجر، مش هعمل من 100 حلق زي بعض او 100 كلي، لا بوريهم ازاي نعمل مثلا 100 قطعه بس مختلفين. البيزك بتاعي الليف، او مثلا خشب او شجر او بلاستيك او اي او كرتون اي خام، بس ازاي اغير في كل ديزاين، اضيف حاجه، احذف حاجه، يديني شكل جديد. فبالتالي لما يديني شكل جديد يبقى انا بقى عندي 10 او 100 قطعه من نفس المنتج بديزاين جديد مختلف. بحيث ان انا لما اجي كمتلقي اجي اروح ما ازهقش اشوف 100 واحد، اختار بقى انا انهي، ممكن اخد 2 أو 3 من نفس الديزاين بس بافكار مختلفه، هلبسهم هيدوني فكر مختلف. كمان احنا بنحط خامات كتيره والوان كتيره، فانت هتلاقي نفسك ان هو مش بيتلبس على طقم واحد برضو كنوع من الناحيه الاقتصاديه. لا، انت بتلاقي نفسك ايه، انا ممكن البسه على كذا حاجه وممكن اضيف منه. يعني في قطعه كنت عاملاها اللي بتتفك وتتركب، ان هي ممكن استعملها بكذا شكل على كذا طقم، كل مره ديزاين مختلف، اطوله واقصره واخليه على قد الرقبه، لا اطول اركب جزء تاني فيطول شويه، افكك الدلايه اللي فيه فتبقى بروش استعملها كبروش، ومش عايزاها بروش اركبها تاني فتبقى تو بيسز بستعملهم. فبالتالي ناحيه اقتصاديه ان انا بنفس القطعه بلبسها بكذا شكل، وفي نفس الوقت حضرتك لما هتشوفيها عليا كانها قطعه جديده محدش لبسها قبل كده. دي برضو من المهم قوي، لان احنا كستات بنحب قوي الحاجات دي، احنا ما نحبش نلبس حاجه زي حاجه. حطيت لو شفت واحده لابسه فستان في فرح واحده تانية لابساها تسيب الفرح وتمشي مش هكمل الفرح. القطع المتفرده اللي زي دي هي مشروع مهم جدا، واحنا بنشكرك جدا على وجودك معانا، وبنشكرك على اتاحه الفرصه ان انت تقولي لنا افكار نعملها كلنا من خامات موجوده عندنا في البيت. شكرا ليكي دكتوره وهاد سمير، الاستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه، شرفتينا ونورتينا. شكرا ليكي، شرفتينا يا فندم.